في خبز ما هو ربط الخبز سبع رفار صغيرات تيجي يقول لهم 2000 ومو عندنا حتى مصاري نشتري وما لا بشي نخبز ولا بطحين نخبز وعندنا اولاد جوعانه وما نقدر نجيب شيء على البيت والله انا عندي اولاد صار 10 ايام جوعانه ما اقدر اجيب شيء. نشتريها ب 2000 ليرة صارنا 6 أيام ندور على لتر مازوت وحق لتر مازوت 7000 ليرة ونحن ما قاعدين بلا شغل. والله يا عمو جوعانين عن دور الطحين معلقة كل الدكاكين ما بطحين شو ذنب هدول العيالين جوعانين؟